الذي يقول السلام. يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما، لقوله سبحانه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، ما مدى صحة هذا القول؟ هذا صحيح بالنسبة للصلاة، هذا القول صحيح بالنسبة للصلاة، لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. من جلس في التشهد فبدهي جدا أنه لا بد من أن يقرأ التشهد وأن يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الإبراهيمية. أما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين، لأننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة. فأنا مثلا إذا حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول أنه بس تسمع قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تود تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، الصلوات الإبراهيمية المعروفة بالصلاة. لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر صيغة صلاة رسول الله عليه السلام. ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة. ومن هنا يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة لكن ليست صلاة، فيفرضون على هذه الأجزاء ما فرضوا على الصلاة. مثلا الطهارة، يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد، لهذا الحكم خطأ، لأنه سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. كذلك نقول الصلاة الإبراهيمية هذه خاصة في الصلاة كالتشهد تماما، فصلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو نافلة. أما خارج الصلاة فإذا قلت صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه أو قلت عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول عليه السلام به من لم يصلي عليه عند ذكره، البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه. ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين
القديمة منها والحديثة، أن المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام، أنه إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما، وما أكثر هذه المناسبات، وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين إيش صلاة إبراهيمية، أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها. ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة المخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف بدون وسلم، وهذا يعني تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشرع. فإذا السلام هذا ليس بالأمر اللازم، لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أتى بما ينبغي.